صباح الخير متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم تسود أجواء غير مستقرة في العديد من المناطق، تحديدا المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم: يسود طقس غائم جزئي 21 درجة مئوية، الملموسة 21، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية: سكاكا 16 إلى 9، عرعر 13 إلى 7، وتبوك 22 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 27 إلى 18، جدة 27 إلى 21، مكة المكرمة زخات من الأمطار 28 إلى 20، والطائف 21 إلى 16 درجة مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية: أحوال جوية غير مستقرة في الباحة، زخات رعدية من الأمطار 14 إلى 13، أبا 20 إلى 13، وجازان 29 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 24 إلى 17، حفر الباطن زخات من الأمطار 20 إلى 10، والإحساء 25 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى: العاصمة الرياض 22 إلى 13، بريدة رياح نشطة وغبار 18 إلى 11، وحائل طقس غائم 15 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.